إذا أنا بالنسبة لهنا كان ناقص 3 ماشي 3، حيت جبنا 7 والتاني فهي 1 في 3 هي 3 ناقص 0 في 3، إذا تبقى 3 مع الناقصات اللي ناقص 3، إذا هنا تكون ناقص 3 قدر ترانسبوزي مع 3 الأخرى تولي هنا أ موانز أ، تبقى هنا هادي هي أ موانز أ، و الشرط هو أ في أ موانز أ تساوي إي دو إن، الشرط تحققو منا دابا، إذا هما قلتهم هنا، دابا نبدا نحسب أ موانز أ في أ باش يعطينا ماتريس إيدونتيتي. إذا أ سكالير أ موانز أ ولا أ موانز أ سكالير أ هي خرجوا السكالير وحدو هذا ما غندير السكالير ديال هاد جوج ماتريشا هنا. بالنسبة للضرب كنضربو اللين في الكولون، هنا الشهر هنا ناقص 21 في اللين ديو في الكولون 0 في 6 هي 0، 1 في 3 هي 3، 3 في ناقص 8 هي ناقص 24. ثم نرى ليني الأول كولون الثاني، إذن 0 في ناقص 3 هي 0، 1 في ناقص 12 ناقص 12، 3 في 4 هي 12. ثم بعدها ليني الأول في الكولون الأخير، لأن 0 في ناقص 6 0، 1 في ناقص 3 ناقص 3، 3 في 1 هي 3. جزء الكولون الثاني، 1 في 6 6، 2 في 3 هي 6، 0 في ناقص 8 هي 0، ناقص 1 ناقص 3 ثلاثة، جوج ناقص 12 ناقص 24، 0 في 4 هي 0، ناقص 1 ناقص 6 هي 6، وجوج ناقص 3 هي ناقص 6. ليني من 3، إذا 4 في 6 20، 4 في 3 0 في 3 0، 3 في ناقص 8 ناقص 24. أربعة في ناقص 3 هي ناقص 12، 0 هي 0، 3 في 4 هي 12، وأخيرا 4 في ناقص 6 هي ناقص 24، 0 في ناقص 3 هي 0، 3 في 1 هي 3. يعني هي ناقص 1 على 21 في 3 ناقص 24 هي ناقص 21.
ناقص 12 زائد 12 وناقص 3 زائد 3 هما 0 0. ناقص 6 زائد 6 هي 0. 3 ناقص 24 هي ناقص 21. 6 ناقص 6 هي 0. 24 ناقص 24 هي 0. ناقص 12 زائد 12 هي 0. ناقص 24 زائد 3 هي ناقص 21 صحيح. إذن دابا نضربوهم في هاد السكالير اللي هنا، إذا معناتو اللي هي ناقص 21 على ناقص 21 هي 1، وكذلك ناقص 21 على 21 هي 1، ناقص 21 على 21 هي 1، و أي حاجة مضروبة في 0 فهي 0. هتعطيك 1 0 0 0 1 0 0 0 هي ماتريس ايدنتيتي. اذا هذه هي طريقه حسابات ا موانزا ولا الفيكس ديال ا. باش يمكن نفعلنا هاد ا موانزا حسب العلم ديالي فهي كتستخدم في ايجاد المجاهيل. ف كان عندك شي منظم لا منظمة سميتها، المهم شو معادلات مثلا ديرو اكس في جري 3 اكس زائد جري يساوي ان اكس ناقص يساوي 4 مثلا. يمكن نحسبو هذا متراجعون ونجمع معادلات باستخدام الماتريس. كيفاش نقدر نديروها؟ هي بحسب ا موانزا. اذا هذه عباره عن ماتريس كيفاش يمكن نحولو هذه الماتريس. عندك هنا 3 اكس زائد يكريك، عندك هنا اكس وعندك هنا اكس، عندك هنا يريك وعندك هنا يريك. وحنا في الضرب كنقومو بضرب ديني في القرآن. واخا نجربو شي هادي وشي هادي، نديرو اكس دي 3 زائد هنا 3 هنا هنا 1 ثلاثة هنا 1 هنا 1 هناخد هاد المعامل 3 1 1 ناقص 2. هادي ماتريس طبعا نضربها في اكس يجري هاداك اللي بعدي اكس يجري شاطرتينا. هادي نشوفو اللي هي نضربو اللينو في القرآن 3 اكس زائد يري وتاني عطينا ضربت اللين في القرآن هي 1 اكس ناقص 2 يري هي هادي. وطبعا غنديرو هنا تساوي ماتريس 1 4 باش تعطينا هنا يساوي 1 هنا تعطينا يساوي 4 صافي كل اللي كاين. اذا هذه عباره عن ماتريس وكتكتب على هذا الشكل. اذا كيفاش يمكن لي نعرف هاد اكس و يجري؟ يمكن نعرف هاد اكس و يجري عن طريق حساب ا موان زا. نحسبو ا موان زا. اذا عندنا الماتريس هي ا ف اكس كبيره اللي هما هادو، هاد الماتريس ا ماتريس اكس كبيره كتعطينا ماتريس بي. وكافي أن إكس كبيرة يساوي بي أم موانزا، بي في أم موانزا، إذا خصنا نحسبو هاد أ أم موانزا، إذا أم موانزا قلنا بجينيرالمون أنها كومات ترونسبوزي ديال كوماتريس تو أ على ديتيرمينون دو أ، إذا نبداو بالديتيرمينون، إذا باش تأكدو دابا أن هاد الحلول موجودين خصك تحسب الديتيرمينون، سي خلاص سي
يعني تيتيرمينون في ا هو 3 في ناقص 2 يعني ناقص 6 ناقص 1 يعني ناقص 7. 3 في ناقص 2 واحد في 1 هي اللي نعطيك ناقص 7 يخالف 7. إذا خصنا دابا نحسبو هو ماتريس كومونتريس خمس بوانا إذن زائد الأولى ناقص ثانية زائد الأولى هي زائد الأولى ناقص ثانية. واش شد هذه مثلا ضرب عليها هتبقى لك ناقص جوج. إذا ناقص جوج هنايا شد واحد ضرب عليها غتبقى لك واحد واحد هنايا. شد هاد واحد وضرب على هاد جوج بقى لك واحد واحد هنايا. ناقص جوج ضرب عليها تبقى لك هاد ثلاثة هاد ثلاثة هنايا صحيح. إذا شنو اللي كاين واللي هي ناقص جوج ناقص واحد واحد ناقص ثلاثة. إذا هادي هي الكوماتريس طوا. دابا بقا لنا نقسمو على هاد التيرمينو باش يعطينا باش نقدر نحسبو مجاهيل إكس و إكري. إذا هادو هما دابا نحسبو ترونسبوزي ديال الكوماتريس طوا. نطلب غير واحد مع ناقص واحد إذن هي ناقص جوج واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة وصافي. هذه هي باقي لي غير نقسمها على ناقص سبعة. إذن أم موان زان هي واحد على ناقص سبعة ناقص جوج واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة. نحاول ندخلو هاد السين موان للداخل عطاتينا أم موان زان هي واحد على سبعة جوج ناقص واحد واحد ثلاثة. إذن هادي هي أ موان زان. دابا اش باقي لينا باش نحدو إكس و إيكري باقي لينا نديرو ليها سكالير مع هاد هاد ماتريس لخرى نسميوها بي إذن بي في أ موان زان هي واحد على سبعة واحد أربعة جوج ناقص واحد واحد ثلاثة. إذا هذا هما دابا نضربو لين لا خصنا نقلب هادو ماشي بي في أمازون مع أمازون بي يا أمازون بي هي واحد على سبعة جوج ناقص واحد واحد ثلاثة. علاش؟ لأن عدد لينين خصو يساوي عدد لي كولون في الأخرى هي واحد أربعة. دابا يمكن نضربو اللين في كولون ثم اللين في كولون لي هي واحد على سبعة في
جوج ناقص واحد، جوج في واحد هي جوج، ناقص واحد في ربعة هي ناقص ربعة. ثم ننتقل لتحت، إذا واحد في واحد هي واحد، ثلاثة في ربعة هي نص، واحد في واحد هي واحد، ثلاثة في ربعة هي نص، إذا هي ماتريس. من واحد على سبعة شوف جوج ناقص ربعة ناقص جوج، واحد زائد اتناش يولي تلتاش. واحد على سبعة فهاد الشو إذا غنشتي هنا أن إكس يري كيساويو ناقص جوج على سبعة تلتاش على سبعة. هذا يكافي أن إكس يساوي ناقص جوج على سبعة، أن إيري يساوي تلتاش على سبعة. إذا هادشي بكل بساطة قلنا تحديد إكس و إيري. وأيضا يمكنك تحديد بها يعني قدر ما كان من المجاهيل. يعني سيكون عندك ماتريس هكذا، يكون فيها جوج ثلاثة إلى غير ذلك من المجاهيل، تضربها في العدد الذي تريده من المجاهيل، يعني ماتريس كلها أرقام، ماتريس كلها مجاهيل، يساوي ماتريس أخرى كلها أرقام، إذا يمكن أن تقوم بحل هذه النظمة باستخدام، يعني حل أي نظمة كيفما كانت، باستخدام طريقة نيماتريس. إذا نتمنى أن يكون هذا مفيدا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ما زلتم غير مشتركين، وأيضا قوموا باللايك للفيديو إذا أعجبكم. وبالنسبة للروابط تجدونها أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.